نوصل لفقرة ألايف وبصير نستقبل المهندس عزام حوري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. نحن معودين أنه تطل علينا تحديدا بشهر رمضان. صحيح. المبارك ينعاد على الجميع أكيد. كل عام خير إليك ولكل المشاهدين إن شاء الله. شكرا. نعود الجميع بالخير والبركات. حضرتك مدير مستشفى دار العجزة الإسلامية. صحيح. طبعا العمل دايم خلال السنة ولكن بيصير مكثف أكثر خلال شهر رمضان. خلينا نرجع نتذكر شوي دار العجزة أي متى تبلش، كيف مقسم العمل فيه، وين عم بيصير؟ بشكل سريع، نحن اليوم في عامنا 62، يعني التاريخ صار متقول ورانا. اليوم عم نقوم على خدمة حوالي 600 مريض ونزيل من العجزة والمسنين ومن المرضى العقليين والنفسيين، إلى جانب مجموعة من المرضى الغيبوبة. هلأ الوجه الآخر للمؤسسة هي المستشفى التعليمي الأكاديمي، نستقبل طلاب الجامعات للتدريب وبنخصص أيضا أطباء في الطب العقلي والنفسي. صرنا مخرجين 18 طبيب حتى اللحظة هاي، يلي هن كانوا حاجة بالمجتمع وحاجة لألكم تحديدا، يعني حاجة لألنا بنفس الوقت هن حاجة للمجتمع. صح. ليصيروا أطباء بالاختصاص طب العقلي والنفسي. الجانب الآخر بدي أقول في عنا خدمة، نقوم على خدمتهم ب 350 موظف وعامل، نصهم من الممرضين تقريبا، وفي 30 طبيب في كافة الاختصاصات. نعم. هيك بشكل سريع. نعم. طبعا عنا مراكز أساسية، بحكي عن مراكز التشخيص، مختبر وأشعة ووسائل التخطيط كلها، بحكي عن مراكز العلاج إن كان عم نحكي صيدلية دواء، علاج فيزيائي، علاج انشغالي، علاج نفسي وغيرها من الوسائل، وبنحكي عن مجموعة من العيادات الطبية. العيادة الطبية الخارجية اللي ممكن خارجية يجو وداخلية بنفس نعم الوقت. نعم. يعني نحن عم نشوفهم. أيوة بالضبط. هون عم نشوف الإيكوغرافي، التصوير الصوتي، وهون بعض العيادات. بنفس الوقت نحن عم نقوم على خدمة الناس مثل بقوله بمجال اختصاصنا نحن، يعني نحن بالنهاية مستشفى متخصص. هذه بعض المشاريع اللي عم نشوفها، الأشياء اللي تم تجديدها خلال الفترة السابقة، عيادة الأسنان هذه، وبالتالي هذه الصيدلية المركزية تاعتنا، وعم نقدر إن الحمد لله يعني بمساهمات ومساعدات من بعض الخيرين إننا نقدر نعمل تجديدات مختلفة بالمؤسسة. هون عم نشوف المختبر كمان بتجهيزات، عم نشوف يعني صحيح التجهيزات المتطورة والجديدة جدا. الواقع إنه نحن عم نقول عم نحاول نحن نكون up to date. يعني كلمة دار العجز البعض بيفهمها بالشكل التقليدي للكلمة، نحن لا، رحنا لمجال آخر، عم تحولنا إلى مستشفى متخصص لخدمة العجز والمسنين. يعني بمعنى تاني كل الخدمات أتينا بها إلى الداخل حتى المريض ما يتكلف عناء الخروج إلى الخارج إلا للجراحة إذا في عنده ضرورة لجراحات معينة. نعم. خدمات أخرى، يعني هون عم نشوف كمان قسم غسيل الملابس، وفي عنا قسم المطبخ اللي هو المطبخ المركزي اللي بينتج يوميا 3000 وجبة. بقسم الغسيل نشتغل يوميا تقريبا على 1000 كيلو غسيل، يعني طن غسيل كل يوم. فينا نعمل قياسا عادي. هون عنا العلاج الانشغالي الارغوثيرابي، كمان من الوسائل اللي تستخدم مع المرضى للمحافظة على قدراتهم الشخصية إن كان الجسدية أو الذهنية. علاج نفسي طبعا. صحيح. نعم. تماما. وفي طبعا خدمات أخرى كتير موجودة بالمؤسسة. من حيث النشاطات اللي ذكرتي حضرتك بالبداية، بس اسمحولي قبل ما نوصل على النشاطات، يعني نحن هون عم نحكي عن أشخاص ابتداء من أي عمر تقريبا ممكن تقبلوهم، وهل في حالات من دون أي أمراض كمان ممكن تقبلوها؟ لا، نحن مبدئيا رحنا للتخصص في العمل تاعنا. نعم. يعني الشرط الدخول هو المرض. يعني بخلاف ما يحصل في دور المسنين الأخرى، بياخذوه لأنه مش مريض، نحن ناخذه لأنه مريض. يعني هذا الفرق بين النوعين. من هناك في تعدد كبير في الخدمات الطبية والصحية في المؤسسة. النقطة الثانية، نحن عم ناخذ هؤلاء الناس من أعمار مختلفة بصرف النظر، يعني لأنه عم نشتغل على صعيد أمراض عقلية ونفسية، فممكن يكون عم ناخذ من مراحل الشباب وصولا إلى مراحل الكبر والشيخوخة. نعم. ولكن دائما المشكلة الصحية هي مفتاح الدخول. هون عم نشوف المطبخ والإنتاج اليومي طبعا. الحلو بالصحيح أكيد. وهذه فرصة أني أدعي كل الناس اللي عم يشاهدونا اليوم إلى زيارة المؤسسة. هون بإفطار رمضاني بالعام السنة الماضية، يعني كمان بنشاط في الحديقة، وهذه من الأنشطة. هذا مؤتمر عملناه بيوم المسن العالمي، كمان كان في 1 أكتوبر 2015.
وكان طبعا شغله كثير حلوه وكثير مهمه. هون كمان بحفلات بنعمل لهم اياها خلال حفله عيد ميلاد اسمها هاي، كل يوم سبت المفروض في محطه مع مرضانا لنقوم بهالنشاط هذا. الفكره منها هو جعل الحياه الاجتماعيه هي السائده على جونا في المؤسسه. الطبابي والتمريض هي الجانب المهني التقني، بينما الجانب الاجتماعي كمان عم بيلعب الدور. الجانب الاجتماعي النفسي، وعم نشوف كمان هيك اوقات مثل اعمال حرفيه مثل ما مرق بالصور. صحيح. هالشغله يلي بتخلي يمكن هالاشخاص اللي يعني بحس الانسان نفسه انه أكثر. بعده شخص قادر على انتاج اي شيء يعني بالنهايه. نعم. نعم. هلا نحن مش هدفنا الانتاج بقدر ما هدفنا هو أكيد. اشغاله هو باعمال مهمه وتحسين وضعه الصحي، ويحس بنفسه موجود. اكيد الصحه الجسديه والصحه العقليه اللي هن عم بيكملوا بعضهم عندكم. هالعمل بيتطلب فريق عمل كثير كبير، بيتطلب اداره كمان، بيتطلب كمان يد عامله وماديات كثيره. كيف عم بيكون تقسيم العمل من الناحيه من ناحيه الموارد البشريه او تقسيم العمل، وايضا من ناحيه يعني اذا فيني اقسم المستشفى انا لثلاث اقسام. القسم الطبي التمريضي اللي هو بيكون هو الجانب اللي احنا لازم ندعمه اداريا. نعم. والجانب الاخر هو الجانب الاداري البحث، والجانب الثالث هو الجانب اللي بيتعلق بالخدمات المسانده للمؤسسه. ما في شك الفريق العمل تاعنا اللي هو قلنا بيتكون من حوالي 350 شخص. البعض قد يرى الرقم كبير، بس بنفس الوقت نحن بنحس حالنا انه خاصه في مجال التمريض بحاجه الى تدعيم اكثر حتى تكون خدماتنا فعلا احسن واكبر وافضل والى اخره. وفي لجان هيك موجوده كمان داخل بالمؤسسه. يعني حارجع هلا بالصيغه تاعتنا، نحن المستشفى يتبع الى جمعيه تحمل نفس الاسم، جمعيه دار العجز الاسلاميه. ينبثق عنها مجموعه من اللجان، اللي كان لجان فنيه ولجان اجتماعيه ولجان اعلاميه والى اخره، ولكن كمان في لجنه لازم الفت النظر لها اسمها لجنه الصديقات، اللي هي من مجموعه متطوعات من السيدات اللي كمان بيقوموا بنشاطات في مكان او في اخر في لبنان، في بيروت وخارج بيروت، ليكون لنا بعض الريع من هذه الانشطه، اضافه الى الجانب الاعلامي اللي هن بيقوموا فيه كونهم عارفين بما يجري داخل المؤسسه، وبالتالي الالتفات نحو الحاجات اللي ممكن تكون هي ممكن هن يساهموا في تلبيتها عند الممولين والمتبرعين. اليوم قد ايه كمان التوعيه مهمه، توعيه الشباب، توعيه الاهل انه كمان يهتموا بهالموضوع، اذا عم نحكي عن الشق التربوي شوي غير الشق المادي يلي رح نحكي عنه اكيد ومنفصله، والحاجات يلي عندكم اياها اليوم، قد ايه مهم انه يكون في توعيه للشباب، قد ايه عندنا زيارات للمستشفى؟ هون بس بدي الفت لنقطه صغيره، انه كل انسان منا يفترض فيه انه يعلم، أنا ما بقوله يتخصص ولكن يعلم على الأقل بما يجري في المؤسسات الاجتماعية خصوصا. اليوم نحن أصدرنا عدة نشرات سميناها برنامج الإرشاد والتوعي، اللي يسلط الضوء على بعض المشاكل الصحية أو الاجتماعية التي تتعلق بكبار السن أو بالمريض العقلي عموما. هذه النشرة في المتناول يعني موجودة لدى كل الناس. النقطة الثانية اللي عم تكون مفيدة هي تواصلنا مع المدارس عموما ومع الجامعات كمان عموما، يعني كمان هدول عم بيكونوا مثل ما بقول عم بيجوا يفوتوا على المؤسسة بزيارة أولى، عم بيكون في زيارة بنسميها زيارة توجيهية orientation session، اللي عم بيتعرفوا فيه على خدماتنا ونشاطاتنا وأعمالنا، وبالتالي عم يتوعوا أكثر بمشروع بموضوع كبار السن. التوعية أيضا يمكن مرق معنا بإحدى الصور اللي هو المؤتمر اللي أقيم وإن شاء الله بيتكرر يعني بكل سنة، اللي هو فعلا كان مؤتمر مميز بالتماسك اللي ضل عليه لآخر لحظة منه. يعني الناس اللي حضروا كانوا فعلا متعطشين للمعلومات عن كبار السن وعن خدمات كبار السن. هون عم نشوف كمان بإحدى المناسبات كمان كيف بحديقتنا هالأنشطة عم بتصير. شو بتطلبوا من الشباب لما بيجوا بيزوروكم؟ في أحيانا يعني نحن بنطلب أكيد عنا أعمار مختلفة هون، نحن بنطلب وهن بيطلبوا. نعم. يعني في منهم بيطلبوا موضوع شيء اسمه الخدمة المجتمعية أو الاجتماعية اللي المدارس اليوم فرضتها وزارة التربية عليهم. اثنين نحن في عنا المستوى الثاني اللي هو الجامعات اللي بيجوا كمان لأهداف مخصصة أو متخصصة، عندهم أوبجكتيف معينة بدهم يشتغلوا عليها، فكمان نحن بنحاول نسهلهم على المهمات هاي. بس بنفس الوقت نحن بنكون عم
نعطيهم مثل ما بقولوا من بياناتنا ومعلوماتنا، بحيث انه هن كمان يتشربوا بموضوع شو يعني خدمات لكبار السن، شو يعني رعايه لكبير السن، شو يعني رعايه لاي نزيل موجود في في مؤسستنا. بهالطريقه بكون عم بيجمع بين النظريات اللي عم ياخذها في مدرسته وجامعته وبين الواقع الموجود. قبل ما نختم حلقتنا، عندكم مشروع جديد تم افتتاحه ب 30 ايار اللي هو مركز تحليه المياه مياه البحر بدار العجز، تخبرنا شوي عنه. هذا الحقيقه يعني مثل بقول المثل، نحن من جماعه اللي قلع شوكك بايدك. نعم. يعني للاسف الشديد بنقول لبنان معروف بكثره مياهه، ولكن للاسف الشديد المياه تروح على البحر. اليوم بيروت فيها كم من المياه اللي يحتاج الى معالجه، لانه مياه بيروت للاسف الشديد تحولت الى مياه مالحه وكلسيه، وابارنا الارتوازيه كمان بنفس الطريقه، خوفا منا على صحه المريض انه يستعمل المياه هذه. نعم. وخوفا منا على شبكاتنا المائيه وتجهيزاتنا المائيه. نعم. يعني دورنا يمين. نعم. وشمال الى ان وجدنا الممول اللي يقوم بهالتبرع. نعم. هذا لتامين هذه المحطه. محطه نحن رح بنفصل عمل المحطه، رح كمان عم نحكي شوي عن حاجاتكم، رح ناخذ وقفه سريعه. ماشي. استاذ حوري. منتابع حديثنا عن دار العجزة الإسلامية مع المهندس الأستاذ عزام حوري مدير مستشفى دار العجزة الإسلامية. كنا عم نحكي عن مركز تحلية المياه، وطبعا في حاجات كتير كبيرة اليوم لها المؤسسة الخيرية. شو حاجاتكم إن كان من ناحية المركز أو بشكل عام؟ يعني بس حأنجز المي بقول فيها أنه تمكننا الحمد لله من 30 أيار مثل ما ذكرتي، من ابتداء بتشغيل هذه المحطة لإنتاج يوميا 300 متر مكعب اللي حاجة المستشفى. حلو. اليوم نحن منغمض عينينا وبنشرب من هالماء، تم فحصها وهي مياه صالحة للشرب بنسبة 100%. يعني صحيا واقتصاديا. بالنسبة للحاجات، يعني المؤسسة دائما عندها حاجاتها اللي بتتطلب التجديد. اليوم لما حكينا عن محطة الماء، اليوم نرى نتوجه مرة ثانية إلى الشبكات اللي تضررت بفعل المياه الكلسية السابقة. يعني عنا إعادة النظر بشبكاتنا المائية، إعادة النظر بتجهيزاتنا المائية ببعض الحمامات وبعض المطابخ الصغيرة الموجودة في الطوابق. هيدا على هامش. على هامش ثاني عنا احتياجات أخرى، بدنا نأمن مولد كهربائي بطاقة 1000 كافئة للمؤسسة، وهذه من الاحتياجات الضرورية بهالمرحلة الحالية. فيني أقول أنا اللي بحب أن يساهم معنا ببساطة تليفوننا 01 856 658، وبنتواصل وبنتفاهم ان شاء الله على تامين الاحتياجات. واكيد يلي بحب يتصل تحت الهواء نحن كمان بنعطي رقم التليفون. بدي اشكر وجودك معنا، اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله رمضان كريم. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. شكرا لك استاذ عزام. شكرا. وقفه سريعه ومنتابع مع واتس كوكينج.